متابعة أكيد منتخبنا الأولمبي على مدار الساعات اللي فاتت، وكمان إن شاء الله على مدار مشواره في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة مصر 2019. 3 نقاط حطونا في مقدمة وصدارة المجموعة الأولى، بيأتي خلفنا كل المنتخبات بنقطة ونقطة لكل من الكاميرون وأيضا منتخب غانا، وبيأتي متذيلا مجموعة منتخب مالي اللي فزنا عليه امبارح بهدف نظيف. نتكلم بشكل فني بقى أكتر عن شكل منتخبنا الأولمبي وإيه المنتظر منه، وخطة الكابتن شوقي غريب والاعتماد على نجوم كثر من الدوري المصري اللي لامعين في الوقت الحالي في سماء الدوري الممتاز، منتظرين منهم ايه في الفترات اللي جايه مع واحد من نجوم المنتخب الاولمبي السابقين الكابتن حسام حسن. صباح الفل على حكايه يا كابتن، منورنا. صباح النور، ازيك يا مريم؟ الحمد لله، اكبر ايه، سعيده بوجود حضرتك. ربنا يخليك. متابعتك لمباراه امبارح وايه مدى تقاربها ما بين توقعاتك وما بين ارض الواقع؟ لا، هو طبعا اول حاجه مبروك المنتخب الاولمبي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور. طبعا المكسب امبارح ده كان مكسب مهم جدا بغض النظر عن الاداء، يعني ممكن كنت تأدي بشكل مميز والنتيجه تبقى عكس الاداء، فكان هيبقى الامور صعبه شويه. يمكن المكسب اهم، الاداء ده متوقع، ده طبيعي، بطوله كبيره بحجم البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد بتبقى عليها ضغط عصبي على اللاعبين بشكل كبير، وفي نفس الوقت ان البطوله على ملعبك ووسط جماهيرك دي برضو عامله ضغط وعامله ستريس كبير على اللعيبه، فطبيعي ان الاداء ما يكونش بالمستوى المطلوب يعني. ولكن انا شايف ان المنتخب ادى ماتش كويس، ويمكن الاصابات اللي هي الكتير اللي كانت في المباراه دي برضو اثرت على اداء المنتخب واربكت شويه حسابات الجهاز، ولكن في النهايه ببارك لهم، يعني فوز مهم جدا، يعني الفوز اهم من اي حاجه. هل حضرتك شايف مؤشرات فنيه بتطمنا ان هيكون في اداء تصاعدي للبعض بيشير اليه في المباريات او في البطولات المجمعه؟ بص اقول لك على حاجه، هو من المفترض الطبيعي يعني ان الجيل الموجود او الجيل الحالي اللي موجود في منتخب مصر الاولمبي ده يبقى هو جيل ممتع بالنسبه للمصريين او بالنسبه للجماهير، بالنسبه اللي عايزه الكوره والنتيجه بالظبط. بس هي الفكره ان الهدف ما بيعتمدش على الاداء، يعني انت الهدف الاساسي بالنسبه لك ان انت تاخد البطوله، لان انت لو خدت البطوله او رحت في اللي هو الفاينل او الثلاثه الاوائل هتبقى موجود في الاولمبياد، فهو ده الهدف الرئيسي. فانا ممكن انا اعمل اداء كويس وما صعدش، فيبقى كل ده ولا ملوش لازمه يعني. فانا شايف ان لا، المنتخب المباريات الجايه دي هيبقى فيه اداء افضل، اللعيبه هتاخد ثقه اكتر، اللعيبه هيبقى فيه هدوء وهيبقى فيه تركيز اعلى، خلاص حته الرهبه دي انتهت وعدت خلاص من اول مباراه، وفي نفس الوقت المكسب ده هيديهم ثقه كبيره. وعلى ما اعتقد برضو الجهاز الفني عندهم خبره كبيره جدا، سواء الكابتن شوقي يعني عنده خبره كبيره في التعامل مع المرحله السنيه دي، تعامل معاها ونجح معاها بشكل كبير قبل كده بالظبط. وفي نفس الوقت موجود في الجهاز الكابتن معتمد جمال، راجل كان ليه دور كبير جدا معانا ان هو ساهم في صعودنا للاولمبياد، كابتن محمد شوقي والكابتن وائل رياض، فدول هيقدروا ان هم يحطوا اللعيبه شويه، يعني ما يبقاش فيه ستريس وما يبقاش فيه ضغط، خلاص انت احنا لعبنا وخلاص اول ماتش الدنيا تمام وكسبنا، فلازم يبقى فيه هدوء اعصاب واداء اعلى من كده يعني. طيب الاصابات اللي البعض بيشير اليها او من تصريحات الكابتن شوقي غريب ان هي لحقت باللاعبين، وتحديدا بنتكلم عن صلاح محسن ومصطفى محمد، لان ناصر اصابته يعني من سبب التحام او تدخل عنيف اسفرت عن خلع في الكتف. بالنسبه للاعبين دولت والاصابات اللي بيشير اليها ان هي من الاسترس او من الضغط، ممكن بقى حضرتك تقربنا اكتر ايه نوع الاصابات ديت اللي ممكن تيجي علشان انت مضغوط او متوتر؟ بص، هو عموما يعني الاصابات دي يعني بتبقى نصيب، يعني بيبقى اكيد كل لعيب بيبقى نفسه ان هو يكون موجود. الاصابات الكبيره انا بتكلم عن اللي هي العضله تشد السمانه تزعل الحاجات دي، ده طبيعي يعني، بيبقى فيه طبعا ضغط عصبي كبير جدا على اللعيبه، خصوصا ان اللعيبه دي يعني صغيره في السن والبطوله بطوله رسميه، عكس ما بتلعبي مباريات وديه ما بيبقاش الضغط العصبي اللي عليكي بنفس قيمة الضغط العصبي اللي بيبقى موجود في بطولة رسمية، فده طبيعي. ولكن أنا شايف إن هما يعني الجهاز الفني اتعامل مع الموضوع بشكل كويس، إن هو ابتدى يسحب بعض اللعيبة بدري في المباراة بحيث إن هو يقدر إن هو يحافظ عليهم، لأن الماتشات طبعا كلها قريبة من بعض. فأنا شايف مع الوقت خلاص يعني بعد أول ماتش ده الدنيا هتبقى أهدى بالنسبة للعيبة يعني،
موضوع الاصابات ده هيبقى الامور هاديه يعني ان شاء الله. طيب ايه النقاط السلبيه اللي ممكن تكون تبعتها عند منتخبنا امبارح؟ والله ما اقدرش اقول لك في نقاط سلبيه، لان انا امبارح يعني بصراحه بتفرج، انا عايز المنتخب يكسب بقى، حلو وحش مش دي مش فارقه معايا، يعني انا نفسي ان هم يكسبوا. طبعا احنا كمنتخب اول يعني يمكن كان في اخفاق من فتره مش بعيده بالنسبه لبطوله افريقيا، وكانت على ملعبنا هنا، فالناس محتاجه مكسب عشان تدي ثقه تاني للجمهور ان هو يرجع، مش محتاج اداء اكتر على قد ما انت محتاج نتيجه. ولكن السلبيات اللي هي موجوده على ما اعتقد ان هي يعني ما فيش سلبيات كتير، ممكن تكون في النواحي الفنيه وانا مش حابب ان انا اتكلم فيها، لان لسه البطوله يعتبر ما بداتش يعني، وهم حققوا الهدف اللي هو كان موجود من المباراه وهو المكسب يعني. طيب نتكلم عن بعض الاسماء من صفوف منتخبنا، نبدا بمحمد صبحي لانه امبارح كان اداؤه محترم جدا، واعتقد ان هو كان في كذا هجمه خطيره على مرمانا وقدر ان هو يكون بالمرصاد، لان اعتقد كمان اكتسابه للثقه ديت خصوصا ان هو مش بيشارك مع نادي الزمالك بشكل اساسي، فاكيد برضو غايب عن فورمه المباريات ولكن اثبت العكس. يعني انا شايف بصراحه يعني حته حراسه المرمى دي في المنتخب الاولمبي يمكن هي مش اقوى مركز موجود في المنتخب، يعني عندهم عجز شويه في المركز ده، لان اللي موجودين طبعا اجوان محترمه جدا، سواء عمر صلاح او عمر رضوان لاعب الاهلي والجونه دلوقتي، ومحمد صبحي برضو لاعب بتروجيت ونادي الزمالك دلوقتي. فانا شايف ان المركز ده مهم جدا في المنتخب، يمكن محمد امبارح ادى بشكل محترم جدا، ده دليل ان هو عنده ثقه في نفسه وان الجهاز الفني مهيئه بشكل محترم للمباراه، وفي نفس الوقت يمكن الماتشات اللي هي الدوليه اللي اتلعبت الفتره اللي هي قبل البطوله اللي هي في فتره الاعداد بالنسبه للمنتخب دي ادت اللعيبه برده ثقه، خصوصا اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل اساسي او بشكل مستمر، زي مثلا محمد عبد السلام ما بيشاركش في نادي الزمالك بالظبط، بس بيلعب ماتشات دوليه، الاحتكاك الدولي بيبقى قوي جدا برضو. يعني انت بتلعبي منتخبات قويه وبتلعبي منتخبات برضو عندها لعيبه على اعلى مستوى، فدي بتدي خبره وبتدي برضو للعيب ثقه في نفسه وكده. فامبارح محمد ظهر بشكل محترم، ده نتيجه ان هو طبعا مركز وان هو متهيأ بشكل كويس يعني للمباراه. طيب مصطفى محمد رأيك فيه وأداؤه امبارح والمنتظر منه مع منتخبنا الأولمبي؟ مش هنبص لسه دلوقتي منتخبنا الأول لكرة القدم، نسيب بقى لكل مقام مقال ولكل وقت بقى مواضيع اللي نتكلم فيها، ولكن في الوقت الحالي يمكن مصطفى محمد يمكن من قبل البطولة يعني الناس كلها طبعا متنبأ له بشكل كبير جدا ان هو يبقى مهاجم مصر الاول الفترة الاخيرة، خصوصا ان احنا بنعاني من مركز المهاجم في مصر الفترة الاخيرة دي. ومصطفى مش مميز من دلوقتي او مميز مع الزمالك، يمكن هو مميز من بدري، من اول ما ابتدى يلعب في الدوري الممتاز وهو مأدي اداء كلما يعار كان متألق بالظبط، يعني شارك مع الداخليه وامكان لعبت قصاده كتير، فانا عارف امكانياته، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، وفي نفس الوقت عنده امكانيات كبيره جدا. الامكانيات دي هتظهر اكتر كمان مع الوقت ومع المشاركه سواء مع نادي الزمالك او مع المنتخب الاولمبي، كل دي بتدي له خبرات وبتدي له ثقه كبيره ان هو يبقى مؤهل نفسيا ومؤهل فنيا وبدنيا ان هو يبقى فيرود مصر او مهاجم مصر الاول يعني. فانا شايف ان هو من اللعيبه المميزه او الفلاتات اللي بتيجي كل كذا سنه يعني. ان شاء الله كده وسنه صغير نستغله طبعا مع منتخبنا الاولمبي في الوقت دوت وكمان مع منتخبنا الاول. طب صلاح محسن من اللاعبين المهاجمين السترايكرز الصراحه بالنسبه للنادي الاهلي، تم الدفع بيه مع منتخبنا الاولمبي كجناح، شايف اداؤه ازاي وشايف ازاي ممكن النادي او منتخبنا الاولمبي يستفيد من خدماته؟ هو طبعا صلاح لعيب كبير وعنده امكانيات كبيره جدا، يمكن هو ما بيشاركش بشكل مستمر مع النادي الاهلي لان في لعيبه كتير جدا في المركز ده، زائد ان هو كان في اصابات كتير الفترات الاخيره دي، ولكن ده طبعا ما يمنعش ان هو طبعا عنده امكانيات كبيره، يمكن الكابتن شوقي بيقدر ان هو يستغله في الملعب على الاطراف، لان هو عنده سرعات كبيره وعنده مهاره عاليه وبيقدر ان هو يوصل او ينقل الفرقه بشكل سريع، فدي ميزه. فانا شايف ان هو الكابتن شوقي مستغله بشكل كبير بطريقه صح يعني، واتمنى له طبعا التوفيق باذن الله ويكون يفرق كام على المنتخب في البطوله
ودي تدي له دفعه كبيره وترجع له الثقه في نفسه تاني ان هو لما يرجع النادي الاهلي طبعا يبقى موجود بشكل اساسي يعني ان شاء الله. بثلاث نقاط تصدرنا بيهم المجموعه، ايه الحاجات اللي المفروض نكون بنشتغل عليها في الكام ساعه اللي قبل المباراه فنيا ونفسيا؟ هو فنيا يعني مش هقدر اقول لك ان بيبقى في شغل كتير فنيا لسبب يعني بالبلدي كده اللي هو ايه اللي ذاكر ذاكر خلاص يعني. يمكن انا على ما اعتقد الكابتن شوقي عامل لهم برنامج فتره اعداد للبطوله بشكل محترم بشكل مميز وكان فيها مباريات كتير في العين السخنه، ويمكن الكابتن جرب عناصر كتير جدا وجرب طرق لعب كتير جدا، فما فيش وقت يعني. النهارده لما اجي اتكلم مع لعيب فنيا مش هيبقى فيه وقت ان انا ادي له تعليمات فنيه، ممكن ادي له تعليمات معينه بالنسبه للفرق اللي لاعبها اللي هي المعلومات قوه القوه اللي عندهم نقط الضعف اللي عندهم الحاجات اللي انا ممكن استغلها. ولكن نفسيا بيبقى الموضوع اكتر، بيبقى فيه تهيئه نفسيه للموضوع اكبر اكيد طبعا. يعني انا اعتقد ان هيبقى الكابتن وائل رياض والكابتن محمد شوقي ليهم دور كبير جدا في الموضوع ده اكيد، هم لان طبعا سنهم قريب من اللعيبه وطبعا لعبوا في البطولات الكبيره دي اكتر من مره فعندهم خبرات كبيره جدا، فاكيد بينقلوها للعيبه بشكل مميز يعني بتهيئ اللعيبه بشكل كويس ان هي تخش المباراه يعني ما بقاش عنده اي نوع من انواع الضغط او اي نوع من انواع التشتيت وكده. المنافسه اللي اتغير فيها من اجيال مختلفه بتيجي على المنتخب الاولمبي، افريقيا ايه اللي اتغير فيها؟ لان البعض بيشير ان الكره في افريقيا اتطورت جدا وان بقى في نجوم كتيره جدا وان السن الصغير بقى بيتم الدفع بيه في دوريات كبيره في اوروبا، فاحنا بيبقى دايما بنتنافس قدام لاعبين عندهم خبرات، ولو ان البعض بيشير ساعات ان اللاعبين المحترفين بيكونوا سلاح ذو حدين، وبعض الانديه ما رضيتش ان هي تخلي لاعبتها تسيب انديتها وتيجي تشارك مع المنتخب الاولمبي، فهي حاله المحترف ممكن تكون سلاح ذو حدين، ولكن بشكل عام رؤيتك لتطور كره القدم في افريقيا. انا شايف طبعا ان تطور الكره في القاره الافريقيه يمكن ملحوظ بشكل كبير لسبب ان في عدد محترفين غير طبيعي بالنسبه للافارقه بره مصر. يمكن مصر ابتدت تخش الموضوع ده بشكل كبير جدا بعد تألق محمد صلاح وباقي المحترفين، ادى طبعا فرصه كبيره جدا للاعيبه المصريين ان هم يكون ليهم تواجد بره ويكون في ثقه ان الناس يعني تبدا تبص للاعيبه المصريه. ولكن انا شايف من وجهه نظري مقارنه بالجيل بتاعنا ان الجيل الحالي ده من احسن الاجيال اللي جت في تاريخ مصر بالنسبه على مدار المنتخبات الاولمبيه، وهم عندهم مميزات كتير. من ضمن المميزات دي عندهم استقرار اداري بشكل كبير جدا، عندهم جهاز فني على اعلى مستوى، عندهم مجموعه لعيبه او هم مجموعه لعيبه وقوام لعيبه اساسي بامكانيات فنيه وامكانيات بدنيه غير طبيعيه، فدي طبعا بتديهم الاحقيه وبتديهم اولويه ان هم طبعا يكونوا موجودين بشكل كويس وان هم يادوا بشكل كويس. زائد طبعا ان انا شايف ان دلوقتي في استقرار يعني في مصر من نواحي الاعلام والمسانده وان الناس كلها حواليهم والناس كلها ملتفه حوالينهم وكده، ان هم عايزينهم يبقوا هم النواه الحسنه للمنتخب الاول او ده الجيل اللي هيستلم الفتره اللي جايه مع اكيد طبعا كابتن حسام البدري والجهاز بيتابع الجيل طبعا. بشكل هياخد مين منهم بشكل كبير بالظبط. يمكن هم كلهم الميزه اللي موجوده ان لو بصيت هتلاقي ال 21 او ال 30 لعيب اللي موجودين في القوائم يستحقوا التواجد والله، كلهم بيلعبوا في الانديه بشكل منتظم وفي نفس الوقت مميزين ومؤثرين جدا مع انديتهم يعني بدليل ان الانديه كلها رفضت ان هي تلعب الدوري لحد ما البطوله تخلص يعني. ايوه طب التناغم اكيد التناغم اللي انت شايفه ما بين اللاعبين، لان برضو تتكلم عن اكتر من نجم وكل واحد عارف قيمته الفنيه والتسويقيه ان هم يكونوا لابسين بقى تيشيرت واحده، التناغم اكيد هو من النقاط اللي بتكون دايما مطلوبه في مع اي منتخب ان انت تشوف كده الفريق في انسجام، قادر تلاحظ دوت من ظهورنا الاول ولا ممكن حاسس ان هو لا لازم يتطور بعض الشيء لسه؟ لا انا يعني انا ملاحظ ان هو في حب كبير جدا بين اللعيبه وبين بعضها، تناغم فن. لا الحب الصراحه واضح والشباب حاجه محترمه وفي انكار ذات برضو ملحوظ، ويمكن ما تحسيش ان في فرق ان ده لعيب اهلي وده لعيب زمالك او ده لعيب اسماعيلي او مصري او ايا كان، يمكن كلهم مجموعه واحده. ولكن طبعا الانسجام ده راجع للجهاز الفني، يمكن هو قدر الكابتن شوقي الجهاز المعاون اللي معاه ان هو يختار مجموعه لعيبه
او مجموعه عناصر تقدر ان هي تكون موجود مع تكون موجوده مع بعض او يبقى في ميكس بينهم مميز ويقدروا يطلعوا امكانياتهم. يعني انا ممكن يبقى سين او صاد من الاسماء موجوده عنده امكانيات عاليه جدا ولكن مش ماشي مع طريقه اللعب بتاعتي او مش ماشي مع المجموعه، فدي طبعا تتحسب للكابتن شاوي اكيد يعني. طيب طوكيو والمنافسات اكيد اللي احنا كلنا حاطين عينينا عليها، ان احنا عايزين هدفنا من المشاركه ديت ان احنا نوصل لطوكيو 2020. البطولات اللي ليها هدف ابعد او هتؤهلك الى حاجه، منافسات كبيره زي ديت، بتبص لها مباراه بمباراه ولا بتكون عينيك على الهدف من اول البطوله؟ لا مش هيبقى عناية على الهدف، وانا اصلا المفروض في محطه لازم ان انا اتخطاها، يعني لازم الاول اركز في المحطه الاولى اللي هي بطوله الامم الافريقيه، لسبب انا النهارده لو وصلت الفاينل يبقى انا النهارده ضمنت ان انا موجود في طوكيو، يبقى تركيزي هيعلى اكتر، اهتمامي بالبطوله هيبقى اكتر، التركيز الاكبر ان انا هاخد البطوله، اركز ان انا عايز اخد البطوله. لكن انا النهارده لو مدير فني بص ان هو عايز يوصل لطوكيو قبل ما هو ياخد الخطوه الاولى، ولا هيروح طوكيو ولا وهيخرج من البطوله من اول من الادوار الاولى. لكن انا شايف ان الاهم من ده كله هو مكسب امبارح ده ادى دفعه قويه جدا. النهارده عندك 3 نقط، المنتخبات التانية اتعادلت، فدي اديتك فرصة كبيرة، يعني نسبة صعودنا بقت كبيرة جدا. ان شاء الله الادوار اللي جاية نكسب ونفوز ونخش قبل النهائي برضو، هتدينا دفعة كبيرة، خلاص هيبقى في ثقة ان احنا وصلنا ان احنا هنكون موجودين في طوكيو. فشايف ان المحطات الاولى اهم بكتير من الهدف، يعني لان هي اللي هتوصلنا للهدف اللي احنا عايزينه يعني. طيب لو هنتكلم عن نجوم منتخبنا وازاي ممكن نكون شايفين عدد منهم باصص الى مكانه في المنتخب الاول لكره القدم، اعتقد احنا شايفين العدد ده من النجوم عندهم اكتر من حافز واكتر من هدف حابين يوصلوا له من خلال المشاركه في هذه البطوله، حاجه ايجابيه ولا ممكن تكون سلاح ذو حدين؟ لا هي طبعا مش هتبقى سلاح ذو حدين، لان ده الطبيعي في الكوره، يعني هي مرحله سنيه معينه كلنا بنعيشها كلعيبه يعني، او بالذات لعيبه المنتخبات، دايما بيبقى المنتخب او اللعيب اللي بيمثل بلده ده بيبقى عنده طموح وعنده اصرار غير طبيعي ان هو على مدار المراحل السنيه. لو حضرتك بصيتي هتلاقي المجموعه اللي موجوده دلوقتي دي من منتخب الشباب وهم مع بعض، ممكن فيهم مجموعه مش موجوده، ممكن مجموعه كبيره منهم كملت، فده بيبقى طبيعي ان بيبقى فيه هدف طبعا، زائد ان كلهم على ما اعتقد ان هم على رادار يعني الجهاز الفني المنتخب الاول وبيشاركوا بشكل مستمر مع انديتهم، ولكن المشاركات الدوليه هي هنا اللي بتحسم وبتبين قد ايه اللعيب المميز اللي هو يقدر يتحمل الضغوط، اللي هو يقدر يلعب باسم او يمثل اسم منتخب مصر، فدي برضو بيبقى ليها مواصفات وبيبقى ليها مميزات معينة. فأنا شايف إن ده طبيعي بالنسبة للعيبة، وأكيد طبعا مش هيبقى فيه يعني صرح كبير جدا إن أنا أعرض نفسي وأعرض إمكانياتي أكتر من إن أنا لابس تيشيرت منتخب مصر وبلعب وسط جمهوري وبلعب باسم بلدي ومعايا جهاز فني كبير ومعايا لعيبة كلها مميزة وجيل كله الناس كلها يعني بتتوسم فيه الخير. فانا شايف ان هي فرصه كبيره مش بس للعيبه اللي بتلعب، حتى اللعيبه اللي ما بتلعبش ممكن ما يكونش ليك دور النهارده في بدايه البطوله ويبقى ليك دور كبير جدا في البطوله في خلال البطوله، ممكن النهارده ما تبقاش موجود في طوكيو تبقى موجود. فالموضوع ده يعني انا شايف ان هو مهم جدا، واي لعيب لازم يفكر كده، اللعيب اللي ما بيفكرش كده يبقى ما يستحقش ان هو يكون موجود في منتخب مصر ولا الاولمبي ولا المنتخب الكبير يعني. طيب لو هنصنف ان المنتخب ده شايف ان جيل عن جيل ممكن يكون محظوظ اكتر من جيل مختلف، شايف انت مقارنه بجيلك الجيل ده محظوظ بايه زياده عنك؟ لا احنا الجيل بتاعنا اتظلم خالص يعني. ايه اللي حصل؟ يمكن احنا الجيل احنا لعبنا اولمبياد كان اصلا في مشاكل هنا في مصر سواء على المستوى السياسي او مستوى الكوره عموما، ما كانش في كوره، كان الدوري موقوف، كانت الثوره، كان في احداث ثوره، فما كانش فيه اهتمام اعلامي بينا كمنتخب. كان برضو الفتره دي البطوله ما كانتش بتتذاع، كانت بتتذاع الارضي، ما كانش فيه الضجه الاعلاميه او وثلاث ارباعنا ما كانش بيشارك بشكل مستمر مع الانديه، يمكن هم مجموعه معينه بس من اللعيبه اللي بتشارك. ولكن انا شايف الجيل اللي موجود ده محظوظ طبعا بشكل كبير جدا، والمفروض ان هم يستفادوا من ده وان هم يستغلوا ده، ان هم النهارده في استقرار،
بالنسبة للكورة هنا في مصر في انتظام بالنسبة للدوري، هم بيشاركوا بشكل مستمر، في اهتمام إعلامي غير طبيعي بالجيل ده. واحنا على ايامنا احنا لعبنا في جيل صعب، يعني احنا لعبنا في جيل كان فيه نجوم وكان فيه فطاحل كبيره جدا، فعشان انا لاعب اكون مميز اخد مكان نجم كبير زي الناس اللي كانت موجوده، الموضوع مش بالسهوله دي. يمكن النهارده لا، يعني في فرصه كبيره النهارده في احلال وتجديد بالنسبه للمنتخب الكبير، ففي فرص في فرصه كبيره النهارده للعيبه اللي هي الاولمبيه اللي هي ال 23 سنه ان هي تثبت وجودها ويكون موجود ليها دور كبير جدا في المنتخب الاول او في مصر بشكل عام يعني. فانا شايف ان هم عندهم مميزات كتير، زائد ان هم طبعا دلوقتي نجوم الساحه في مصر، يعني لو بصيتي هم المجموعه اللي الموجوده دي هم اللي واخدين الكادر بتاع الدوري المصري او الكره المصريه دلوقتي يعني. طيب مين من الاصابات اللي انت حاسس ان هي ممكن تكون بتسبب اذى فني بالنسبه لمنتخبنا؟ عندنا ثلاثه خلاص تقريبا مش هيكونوا بيشاركوا مع منتخبنا. يمكن انا شايف طاهر، محمد طاهر، يعني زعلت جدا ان هو اتعور قبل البطوله. يمكن انا طاهر لعبت معاه في المقاولين وعارف امكاناته كويس. طاهر لعيب كبير جدا جدا جدا، يمكن في ناس كتير ما شافتوش بشكل مستمر او مركزتش، ما فيش سبوت عليه. هو اول لما بقى في سبوت بقى من ساعتها السوق لا، يعني طاهر عنده امكانيات كبيره، امكانيات رهيبه، يعني سرعه وقوه ومهاره وبنيان قوي، ويمكن هو حظه وحش بس شويه، ولكن طبعا اتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه ويرجع بسرعه ويكون ليه دور ان شاء الله باذن الله بعد البطوله ان شاء الله. وبرده شايف ناصر ماهر هيفرق كتير جدا مع منتخب مصر. يمكن انا شايف ان الاداء امبارح كان متذبذب شويه بسبب خروج ناصر ماهر بدري من المباراه، فدي ادت برده منتخب مصر تحفظ شويه، والجهاز الفني ان هو برده حساباته كان فيها ارتباك شويه ان التغيير كان بدري جدا. وناصر عنده ميزه ان هو بيقدر ان هو يوصل ما بين الديفنس والهجوم، خط الدفاع والهجوم، فدي برده بتدي استحواذ وبتدي افضليه للمنتخب يعني. يعني غيابه كان مؤثر برده. من اللقطات اللي كانت مهمه ان احنا كنا نتابعها امبارح هي لقطه احتفال لعيبة منتخبنا الأولمبي بالهدف اللي سجلوه في شباك منتخب مالي برأسية مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، واحتفاله مع واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي رمضان صبحي. صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هي من الصور الأقرب إلى قلبي على مدار كده كذا شهر إن أنا أشوفها على السوشيال ميديا. يمكن أنا الصورة دي أنا منزلها عندي على الانستجرام برضو، عجبتني جدا، عظيمة. يعني دي بتدل قد ايه ان اللعيبه بتحب بعض، وقد ايه اللعيبه يعني في ترابط كبير جدا بينهم. يمكن في كواليس كتير جدا الناس ما بتبقاش عارفاها عن اللعيبه، يمكن اللعيبه دي على ما اعتقد يعني، او كلنا مش بس هم يعني، كل جيل هتلاقي فيه مجموعه لعيبه بيبقوا عايشين مع بعض اكتر من 10 15 سنه، يعني بيبقى في بينهم عشره. اسماعيلي، مصري، زمالك، اهلي، كده بيبقى في بينهم عشره كبيره جدا، بيبقى في بينهم ترابط كبير وصداقه وحب وكل حاجه. يمكن بس اللي بيفرق اللعيبه بينها وبين بعض حته الاهلي والزمالك، والحته اللي هي تاخدنا ناحيه الجمهور شويه، حته ان في انتماءات معينه وكده، فبتعمل او بتخلق حاله من التعصب. فدي صورة كبيرة جدا ليها معاني كتير، أتمنى يعني الناس تبص لها بمنظور معين أو تاخدها بمنظور إيجابي. تاخدها في الزاوية دي. بالظبط، إن قد إيه إحنا إيد واحدة، وقد إيه مفيش حاجة من التعصب، وده جيل المفروض إن الاتنين دول هم مستقبل مصر يعني. فلما تلاقي صورة زي كده دي حاجة تفرح يعني بصراحة. صورة عبقرية. تسويقيا إزاي ممكن اللاعب يقدر يستغل بطولة أمم أفريقيا علشان يبقى متشاف بشكل افضل، ياخد خطوه من خلالها؟ انا شايف من وجهه نظر يعني ان يعني مشاركه اللاعب او ان هو يرتدي تيشيرت منتخب مصر في حد ذاته ده تسويق كبير. لكن ان انت تشارك وان انت تعلم وانت بتلعب مع منتخب بلدك، فانت مش هتلاقي افضل من كده فرصه ان انت تقدر ان انت تسوق نفسك بيها يعني. بالعكس، يمكن السن ده او المراحل السنيه دي بيبقى عليها سبوت كبير جدا، وبيبقى فيه منها اهتمام كبير جدا من السكاوتنج بالنسبه للانديه وبالنسبه للدوريات الاوروبيه للعيبه، لان ده افضل سن ان انا انتقي فيه اللعيبه او ان انا اختار فيه مجموعه لعيبه مميزه. فانا شايف ان البطوله دي يعني سوق كبير جدا،
اللعيبة تقدر تستغله بشكل مميز، بس برضو في نفس الوقت ما اللعيب ما يشتتش نفسه بره المنتخب. يعني أدي واعمل اللي عليك في منتخب بلدك وهتلاقي الدنيا بالنسبة لك هتتفتح لوحدها يعني. فهي دي ميزة كبيرة يعني البطولة دي بإذن الله. أكيد البطولة ديت من مميزاتها 8 منتخبات كبار هيكونوا بيتنافسوا على لقب البطولة. امبارح تابعنا أولى أيام وأولى جولات المجموعة الأولى، ومنافسات كانت على مدار الأمسية الكروية الإفريقية من شباب محترم جدا. النهارده هيكون في استكمال لنفس الدور، الدور الأول من دور المجموعات، ولكن على صعيد المجموعة الثانية. المباراة الأولى النهاردة والافتتاحية لمنافسات اليوم من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، نيجيريا في مواجهة منتخب كوت ديفوار، هتكون الساعة 5 مساء. خلونا برضو ناخد حضراتكم لجزء من المؤتمر الصحفي اللي بيكون قبل المباراة، ومن على الصعيد النيجيري وآرائهم عن هذا اللقاء. المدير الفني للفريق إماما إيما باكابو هيكون أكيد ليه تصريحات خاصة ليه قبل هذا اللقاء، بجانب طبعا كابتن الفريق كيليتشي ناواكالي هيكون عندهم تصريحات. خلونا نروح جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع مرة تانية. أود أن أقول أنه ليس الأمر فقط عن فريقنا، ولكن كل الفرق الثماني التي أتت إلى هنا للعب، كل الفرق لديها الفرصة للتأهل، بما أننا ندافع عن لقب هذه البطولة، ولذلك فنحن الفريق الذي ترغب كافة الفرق في هزيمته. دعنا لا ننسى ذلك، ودعنا أيضا لا ننسى أننا كنا جعلنا أفريقيا فخورة بنا عندما لعبنا أو مثلنا القارة في المباراة في المنافسة السابقة. وبالنسبة لهذه الفرق هي الأفضل في أفريقيا كما قلت، ونحن نحترم كل الفرق التي تلعب هنا في هذه البطولة. هي بالنسبة لهذه البطولة هي بطولة هامة جدا في أفريقيا، وبالفعل ليست مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، ولذلك لا نتوقع أن تكون الجماهير في الاستاد بنفس الشكل كما كانت في كأس الأمم الأفريقية للكبار. ولكن بالنسبة للتنظيم فهو تنظيم رائع لا يختلف عن تنظيم البطولة كبطولة كأس الأمم الأفريقية الأساسية. وبالنسبة لي إنه شرف كبير لي لأن أكون هنا، وأعتقد أن الأمور سوف تسير بشكل طيب. إنه لشرف لي لأن أكون في مصر لأمثل نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة. أود أن أقول أننا جاهزون للحصول على مبتغانا والتأهل إلى الأولمبيات في العام القادم. بالنسبة للاعبين الذين لم يتمكنوا من الحضور، أعتقد أننا لدينا الآن بعض اللاعبين الجيدين الآن الذين يمكنهم القيام بالدور اللازم والواجب عليهم. وبالنسبة للاعب جونيور هو سؤال للمدرب ليجيب عليه. كل المباريات أكيد قوية على صعيد المنافسات الإفريقية تحت 23 سنة، نجوم كتيرة كانت انطلاقة بالنسبة لهم، وكان كمان لو هنتكلم عن جيل 2011 بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي كانت شعلة الانطلاقة لأكثر من اسم، أبرزهم أكيد محمد صلاح، أحمد حجازي، مروان محسن، أحمد الشناوي، دي كانت انطلاقة لنجوم كثر. إن شاء الله احنا أوريدي عندنا نجوم في 2019، ولكن بنأمل هم يستكملوا بقى سلسلة النجومية الخاصة بهم بوجود أوريدي إن هم عندهم الإمكانيات، ولكن بتبقى بطولة على أرضهم مؤهلة للأولمبيكس تكون بمثابة انطلاقة لكل ما هو قادم يكون أفضل بالنسبة لهم. لو نصيحة للجيل اللي ممكن يكون أنت قريب منهم في السن، فأنت عارف هما بيفكروا في إيه، ولكن في نفس الوقت أنت خدت تجارب ممكن تكون أكتر منهم بعض الشيء. يعني يمكن أنا شايف طبعا أن النصيحة اللي أنا أقدر أنصحها لهم أن هم يستغلوا الفترة اللي هم موجودين فيها دي، بتبقى فترة مهمة جدا في حياة كل لعيب، بالذات أن الفترة دي بتبقى بداية انطلاقة لنجومية أي لاعب يعني.
وفي نفس الوقت ان الحاجات دي او البطولات دي مش هتتكرر تاني. يعني احنا بالنسبه لمصر يعني كل فتره كبيره جدا لما بنروح اللي هي المحافل الكبيره جدا سواء كاس عالم او سواء البطولات اللي هي الاولمبيه، فانا شايف ان ده وقت مميز جدا بالنسبه لاي لاعب ان هو يقدر يستغله ويقدر ان هو يقدم نفسه بشكل كبير ويقدم اوراق اعتماده بالنسبه للجمهور وبالنسبه هو لحياته يقدر يستفيد منها بشكل كبير. يمكن زي ما حضرتك قلتي بطولة 2012 أولمبياد لندن دي كانت فتحت خير على لعيبة كتير جدا وكانت انطلاقة للعيبة وأسماء كتير جدا في مصر، فأتمنى برضو المجموعة اللي موجودة دلوقتي تقدر أنها تستغل الكلام ده بشكل كويس. يعني الفرق ما بين الجيلين هي النجومية، ممكن هي كانت انطلاقة اللي هم الجيل الأصغر جيل 2011 و12 أن هم يكونوا يصبحوا نجوم، ولكن الجيل الحالي احنا بنتكلم أن هم اوريدي نجوم. النجوميه في السن الصغير، ما هي دي الفكره، ان انت النهارده برضو التفكير او الثقافه بتاعت اللعيب المصري اختلفت شويه او بيبقى فيها يعني بعض من الشيء التطور يعني شويه، يمكن دي هتحط عليهم ضغط برضو كبير وتحط عليهم تحمل مسؤوليه، يبقى في اللعيب عنده تحمل مسؤوليه اكتر، عنده جمهور بيتفرج عليه، عنده جمهور بيشجعه، عنده جمهور بينتقده، عنده جمهور بيستني منه ان هو يعمل افضل حاجه عنده. ويمكن زي ما انا قلت لك احنا الجيل بتاعنا اتظلم شويه ان ما كانش عليه السبوت الكامل بالنسبه للنواحي الاعلاميه، لكن النهارده انت بتتكلمي في مجموعه لعيبه الناس كلها ما بتتكلمش غير عليهم، يعني من قبل حتى البطوله يعني الناس كلها بتتكلمش غير على رمضان، على ناصر ماهر، على طاهر، على المجموعه كلها عشان ما انساش حد، كلهم مميزين. فدي برضو بتحط عليهم مسؤوليه كبيره، ومن هنا بيبتدي بقى تبان شخصيه اللاعب. لو عنده شخصيه وعنده كاريزما ان هو يقدر ان هو يكمل وعنده هدف وكده، فدي بتفرق معاه جدا. في لعيبه ممكن الموضوع يشت منها او موضوع ياخده في نطاق او في طريق تاني، بيبقى الموضوع صعب شويه. يمكن انا شايف ان هم عندهم خبره دلوقتي وعندهم تقل وعندهم شخصيه سواء في الملعب او بره الملعب، ودي ناتجه طبعا من النجوميه اللي هم خدوها بدري يعني. طيب اخيرا حابه اخد رايك في المنتخبات الثمانيه او منتخبات السبعه بجانب منتخب مصر، وتقول لي كده احنا لسه ما شفناهمش على الصعيد الفني، ولكن اكيد الواحد كان بيقرا تقارير، اكيد شايف مشوارهم قبل كده، اكيد عارف بعض الاسماء اللي ممكن تكون ضمن صفوفهم ايضا ضمن صفوف المنتخب الاول او منوره في دوريات كبرى. مين حاسس ان هو المنتخب الاقوى، او لو ترتب لي ابرز ثلاث منتخبات بعيدا حتى لو شلنا مصر على حده، عندنا مالي، الكاميرون، وغانا في مجموعتنا، على الصعيد الاخر نيجيريا، كوت ديفوار، وجنوب افريقيا، وزامبيا. يعني بصي هو يعني بلغة المصريين كده زي ما بنقول الثمان فرق دول او الثمان منتخبات دول يمكن هم الخلاصة بتاعت افريقيا، يعني اللي هو افضل من افضل ثمان منتخبات في قارة افريقيا. يعني يمكن ممكن منتخب المغرب او تونس مش موجودين في البطولة، وده بسبب قوتهم بالظبط، لان يعني هم اللي معانا في المجموعة هم اللي خرجوا منتخب تونس والجزائر بالظبط. فدلوقتي الاجيال الموجودة دلوقتي بقت اقوى من الاول. يمكن زمان كنت تلاقي المراحل السنيه في قاره افريقيا بشكل مميز، دلوقتي بقت مميزه جدا لان هي بقت سوق كبير لاوروبا واللعيبه النهارده، التدريب والثقافه والكوره بشكل عموما في افريقيا اتطورت بشكل كبير. فانا شايف ان المنتخبات دي منتخبات قويه، يمكن والاعمار السنيه دي تحديدا بيبقوا مميزين جدا في المنتخبات بتاعتهم. يمكن انا شايف ان منتخب مصر يعني وجهه نظري منتخب مصر من افضل المنتخبات كعناصر، يعني كعناصر ومقومات لعيبه وكده من افضل المنتخبات اللي موجوده في البطوله، ولكن ممكن الاداء ما يعني ما اثمرش على كده، او الاداء مثلا لسه ما اظهرش الكلام ده لان البطوله لسه في اولها، هيبان الفرق الفروقات دي في المباريات الكبيره في الادوار اللي جايه. وشايف برضو ان منتخب غانا منتخب جامد وعنده مميزات كبيره، يمكن هو كان بيلعب منتخب الكاميرون امبارح برضو ند قوي جدا ليه، فالامكانيات ما بانتش قوي، ونتيجة لكده المباراة خلصت بالتعادل. ومنتخب نيجيريا برضو وكوت ديفوار، نيجيريا حامل اللقب، يعني منتخبات برضو على اعلى مستوى. فانا شايف ان يعني لو ادينا افضلية المنتخب عن التاني هنبقى يعني بنظلم المنتخبات مع بعض، لكن هي الفروقات اللي هتبين اللعيبة او هتبين قوة المنتخبات هي المقابلات ما بينهم في الادوار اللي هي النهائية ان شاء الله. واضح ان الفروقات ممكن تكون
بسيطه جدا هي اللي تخلي منتخب يتفوق على الاخر، ولكن هي دي من قوه المنافسه دلوقتي اللي احنا بقينا متابعينها في افريقيا، اللي الكره تطورت فيها بشكل كبير، الكره تطورت في العالم كله واصبحت بمثابه صناعه، وصناعه مربحه، صناعه تستحق ان كل الاعين والانظار تكون متجهه ليها. فبنامل ان شاء الله ان منتخبنا الاولمبي يكون بيستغل صناعه كره القدم، يكون بيستغل عامل الارض، يكون بيستغل عامل الدعم، وبيستغل عامل الجمهور، وان شاء الله يكون بيوصل لمسافات بعيده يحمل الكاس ثم الى طوكيو 2020. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حسام. كابتن حسام حسن واحد من نجوم منتخبنا الاولمبي السابقين، نورتنا. الله يخليك، انا سعيد ان انا موجود معاكي. انا اسعد والله، الشرف ليا. بشكرك شكرا جزيلا. بعد هذا الفاصل هنستكمل حديثنا والرؤيه الخاصه بالصحافه لكاس امم افريقيا تحت 23 سنه بعد اشهر قليله من تنظيم مصر للنسخه الكبار. كاس امم افريقيا 2019 اصداؤه كانت ولا اروع، حاجه مميزه جدا من تنظيم، من حفل قرعه، من حفل افتتاح، حاجه كانت مشرفه جدا. كمان املنا بقى في النسخه ديت من كاس امم افريقيا ان هي تكون مصطحبه بالنتيجه اللي افتقدناها للاسف في النسخه اللي فاتت مع الكبار. بعد هذا الفاصل الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي في جريده اليوم السابع، مدير التحرير التنفيذي للجريده ايضا، هنتكلم بالتفصيل عن كاس امم افريقيا الحالي. خليكم معنا.